هل الحدف الاشارات بتجيب فلوس؟ اه بتجيب. كام؟ في ناس بتراضي يعني. انت بتكسبي 600 جنيه في اليوم؟ وفي اكتر يعني، ممكن ربنا يبعت اكتر. درع مليان اسرار ما يعرفوش غير اصحابه. يا سلام عليك بقى لو كفيف وعيلة سحباك. اه يا ابله، من ربنا ده بقى بيرزقه ده عشان كفيف وعيلة سحباك. اه ربنا بيرزقه فلوس بالهبل. اه لسه اخو سرق منه الفلوس. انا بصرف فلوس يعني، انا ممكن افضل طول النهار شغاله، واللي بشتغل بيبقى راح اجيب ضرب. لا انا مش حابه كده. انت بتصرفي كام في الضرب كل يوم؟ انا ممكن اصرف 600 جنيه يعني، ممكن ربنا يبعت اكتر، وممكن حد تلاقيه يبعت لي بجري على الضرب يعني. في ناس بتراضي. قالت لي الناس لما بتلاقي ولية غلبانة بتمسح في الإشارات بيرضوها. الغلبانة دي وراها أسرار كتير. صابرين قررت تحكيها. كنت واقفة في الإشارة زي غيري، وكانت هي بتلف على العربيات. جات لي عرفتني، قالت لي الحقيني. أنا جريت عليكي وقلت لك والنبي استنجي بيا، أنا نفسي إن أنا أتعالج ونفسي إن أنا أقف على رجلي عشان محدش واقف معايا. قلت لها اركبي. أنت قلت لي إن أنت مدمنة. أه. مدمنة إيه؟ بودرة. بودرة؟ اه. بتجيبي فلوسها منين؟ زي ما انت ما شفتيني كده في الإشارة بقف، ممكن اجيب 300 جنيه يعني، اجيب حق الضرب بتاعي، وببقى عاملة حسابي في يعني 200 جنيه تاني اديهم لأمي، على أساس إن أنا مش بضرب وكده، أنا قاعدة معاه وسايبة جوزي، عشان هو كان موصلني مرحلة إن هو عايز يدخلني في سكاك تانية، إن أنا أضرب أيس وعايخن، عايز نضرب باودر والكلام ده، وانا مش حمل كفايه ان انا خد ان انت ضربتني بالبودره. وهو كفيف جوزها كفيف ومدمن وبيلف على العربيات يلم اي فلوس وبيستخدم بنته. طيب انا هرجع للراجل ده تاني. انا بس عايز اسال السؤال اللي نط في راس كل واحد شايف القصه دلوقتي. بتلمي كام كل يوم علشان تدمني بودره؟ انا بصرف فلوس يعني، انا ممكن افضل طول النهار شغاله، واللي بشتغل بيبقى راح اجيب لي ضرب. لا انا مش حابه كده. انت بتصرفي كام في الضرب كل يوم؟ انا ممكن اصرف 600 جنيه في الضرب. اه يعني انت بتكسبي 600 جنيه في اليوم؟ وفي اكتر يعني، ممكن ربنا يبعت اكتر، وممكن حد تلاقيه يبعت لي بجري على الضرب يعني، دماغي بتجيبني للضرب. انا نفسي اتعالج، نفسي حد بجد يقول لي تعالي يا صابرين اوديك اعالجك. طب انا عايزه افهم، هل الشحاته في الاشارات بتجيب فلوس؟ اه بتجيب. كام؟ في ناس بتراضي، في ناس اللي بيدي 10 بيدي 5 بيدي جنيه، بيدي ممكن اللي بيدي 100، ممكن اللي يديكي ظرف، ممكن كل حاجه يعني، ربنا هو الرازق يعني. الناس كريمه. اه. اكبر يوم دخلك فلوس كام؟ انا هو ظرف 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ اه. عملتي بيه ايه؟ اديت لامي 500 تشيلهم لي، ورحت جبته ب 500 ضرب. بتستقلف بالحاله. اه. لو شايفين ست بتمسح عربيه، شايفين راجل واقف بيقول انا عايز اكل، كل اللي واقفين دول برضو يعني بيشربوا عشان يقدروا ان هم برضو يجيبوا حق الضرب. كل اللي بيشحتوا دول؟ اه يعني في حريم وفي رجاله. كله بيضرب؟ ايوه كلهم يا ابله منى. وعيله جوزك كلها كده؟ اه بس انا عيلتي والله العظيم. عيله جوزك بيشتغلوا ايه؟ قال جوزي شغالين في الحسين بيشحتوا. في الحسين؟ اه. وكلهم بيضربوا؟ لا حماتي لا، اخته لسه ميته اول جمعه في رمضان اللي فات ده. ده ماتت موته حلوه. اه ماتت من الضرب. ماتت من كتر الضرب؟ اه. الضرب المخدرات؟ اه خندرعتها صايحه. اه من كتر الضرب فيها بالحقن. آه. ماتت اول اسبوع في رمضان. اول جمعه في رمضان، اول جمعه في رمضان. بسم الله ما شاء الله، ده لازم عندها عمل اعمال كويسه. انا اللي غسلتها. وانت اللي غسلتيها؟ اه. اه لا خدت اغلب واحده على فكره، هي اغلب واحده. شوفوا بقى الست اللي ماتت اول اسبوع في رمضان، واللي كل الناس بتتمنى تموت موتتها، كانت مدمنه، ايديها سايحه من كتر الضرب بالحقن. اوعى تحكم على حد، ما تعرفش ايه اللي بينها وبين ربنا. نرجع بقى لجوزها الكفيف المدمن اللي بيلف على العربيات وبيستخدم بنته تجره. ما هو يا ابله منى ربنا ده بقى بيرزقه ده عشان كفيف وعيله سحباه. اه ربنا بيرزقه.
فلوس بالهبل. اه لسه اخو سرق منه الفلوس ولسه عمال يعيط لي وشوف لي 100 جنيه وشوف لي. ده الاب. نرجع بقى لبقيه الاسره اللي كلها بتستخدم الاطفال وبتمد ايديها. ام واخده مني البنت غصب، العيله الصغيره بتشحب بقى في الحسين، وساده الثانيه ابوها واخدها بيشحب بقى هنا، وانا زي ما انت ما شفتني كده. اخواته بقى بيهددوني بالعيال، امه بتهددني لو انا خدت بنتي الصغيره انا اخلي بنتي تعورك، اخلي ابنها الكبير ده بيشتم امي شتيمه مش حلوه، عشان قلت عايزه اشوف البنت وكده. مبادرين العيال. دايما اقول الطفل اللي بيتم استخدامه انه يمد ايده للناس ده لازم تقوله لا. لو الطفل ده بطل يرجع للناس اللي بتشغله بفلوس مش هيستخدموه، يبقى انت في ايدك تقفل الحنفيه. بجد انا تعبانه والله تعبانه، وعيالي متبهدلين والله العظيم. بنتي متبهدله مع ابوها، انا لسه شايفاها قلبي بيتقطع واخدها الدولاب وهي عيله. هو كمان بيضرب. ما هو اللي بلاني. ناس كتير بتعمل كده، ناس كبيره وستات كبيره ورجاله كبيره وشباب وعيال صغيره وكل حاجه. انت لو رحت هتلاقي. طب الناس فقيره بتجيب فلوس منين؟ ربنا. اغلب الشحاتين كده صابرين. وفي ناس عامله بيوت وفي ناس عايشه، يعني بتشحت وما بتضربش، بس في عندهم عيالهم بقى كده بيبقى من ناحيه تانية، فاهمه؟ يا بلمنا ان انت بتشوفهم شايلين شكاير وتلاقيهم بيلموا كنز، ده كل ده بيجيب اللي بيعمل بيه بيروح يجيب بيه. هم شغالين كده. بين كل الطلبات انها تاخد فرصة تانية في العلاج عشان تعرف تشتغل. بالله عليكم انا نفسي حد يقف معايا والله العظيم. انا اخواتي كانوا رافضين التصوير ده وخانوا عشان اهلي في الفيوم والكلام ده، اهلي هيشوفوك. لا انا مش بس الاهلي، انا بس ان انا نفسي ابقى انسانة طبيعية، نفسي ابطل، نفسي ربنا يقف معايا، نفسي الاقي ابني الحلال ولا بنت الحلال اللي تقول لي تعالى اوديك مصحة واصرف عليك اكل وشرب. انا هدور على مصحه وادخلك بايديا. والنبي يا ابو والله هدور على مصحه وادخلك بايديا. ايه رايك بقى؟ انا لما شفتك يا ابو مرة شفت انا عملت ايه، وانا اللي برن عليك، وانا عارفه لو مش عايزه اتعالج انت اللي بتزني فعلا. انا مش هقول لك عايزه اتعالج، بتزني كل يوم. هي لسه صعبانين عليا. ام واخده بنتي سنه ونص بتشهد. انا بس في مشكله عندي. اخدك المصحه وتتحجزي وتطلعي. لا ابقى تحت ترتاحي إيدي. يومين ثلاثه. لا 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 عروقك انت بتاخدي حقن ولا بتشدي؟ لا خدت، باخد حقن وموقفاها وسايباه. انا سبته باجل الحقن. ان هو كان بيضربني غصب ان انا اضرب له سن والكلام ده، كنت بضرب له ان هو كان بيضربني وبيهني، وكنت بجري منه في الشقه، وكده كده حافظ الشقه حته حته، كنت لما بجري كان بيجي على صوتي وكان بيصمم ان انا اضرب له، وكنت بضرب لنفسي نفس يعني زي ما بضرب له كنت بضرب لنفسي. كان بيقعد يقول انت بتسرقيني، انت وانت وانت بتسرقي البودره مني والكلام ده، كان بيهني جامد. حبيت ان انا اسيبه واروح عند اهلي، قلت ابطل. قعدت فعلا اسبوع عند اهلي وبطلت. وفكره جت في دماغي، ما هو ما فيش باب مقفول عليا. الفكره جت في دماغي، رحت رايحه يعني خدت من امي فلوس ورحت رايحه الدولاب، رحت جايبه ضربت تاني بس موقفه سن، ما بضربهوش حقن يعني. ما بضربش حقن دلوقتي، بشدها. وانا نفسي بجد الم عيالي، ونفسي إن يعني انا هبعد عن جوزي خالص، عشان لو بطلت مش هينفع ارجع له، هيبقى استبان عليا. انا مش عايزه ارجع له. هيبقى ايه؟ استبان عليا. استبان؟ استبان يعني ما ينفعش ان احنا استيب وان. ما ينفعش ان احنا نتعامل مع بعض، ما ينفعش ان احنا نقعد مع بعض عشان كنا بنضرب مع بعض. فما ينفعش ترجعي. لا تاني. مش هينفع ارجع تاني. انا عايزه ابطل، وعايزه عيالي، وعايزه حد يشوف العقوده. حتى انا كده كده اهلي بسبب يعني لو انت صورتيني وكده، اهلي كده كده مش هيقعدوني معاهم تاني. عشان انت ليه موافقه ان انا اصورك؟ عشان انا عايزه اتعالج، عايزه عيالي يتضم، نفسي ادخل عيالي مدرسه. بنتي الصغيره متعملهاش لغايه دلوقتي شهاده برضو. طيب الناس سامعينك، اطلبي اللي انت عايزاه، قولي لهم. بجد نفسي حد يعالجني، انا معايا بنتين
والله العظيم بجد اللي هيقف معايا ربنا هيقف معايا والله. انا متمنيه دلوقتي حد بجد بجد يجي يقول لي انا هوديكي مصحه، يجي يقول لي ان انا نفسي. انا لما بلاقي الناس ماشيه وكده وبسيبوا اهلي بقى قطعوني برضو فتره باجل ان انا ما اتجوزوش، عشان اهله برضو ايه وحشين وكده، وان هم يعني في الحسين وبيشحطوا وبيشربوا، بس انا عشان كنت بحبه وهو ما كانش بيشرب، هو صاحبه اللي اذاه. ولما صاحبه اذاه وانا كنت كل ما اكلمه كان يقعد يتخانق معايا لحد ما هو ما ادهاني عشان ايه انزل من على ودنه، معنى زي ما هو ما بيقولها لي عشان تنزلي. بلاني برضو معايا وانا ما كنتش اعرف يعني ايه مخدرات. انا زي ما انت ما شفتني كده في الاشاره بقف، ممكن اجيب 300 جنيه يعني اجيب حق الضرب بتاعي، وببقى عامله حسابي في يعني 200 جنيه تاني اديهم لامي، عشان هو كان مستني مرحله ان هو عايز يدخلني في سكك تانيه ان انا اضرب ايس، كان عايز نضرب باودر والكلام ده. مش حمل كفايه ان انا خد ان انت ضربتني بالبودره، وهو كفيف واسيبه اهلي بقى قطعوني برضو فتره باجل ان انا ما اتجوزوش، عشان اهله برضو ايه وحشين وكده، وان هم يعني في الحسين وبيشحطوا وبيشربوا، بس انا عشان كنت بحبه وهو ما كانش بيشرب، هو صاحبه اللي اذاه. كل اللي صابرينا طلباه ما كانت تتعالج فيه، وده حقها، ومحدش يقول لي لا هي ممكن ترجع تاني. حتى لو رجعت تاني كل مرة تطلب فيها المساعدة لازم نساعدها، يمكن تكون دي المرة اللي تغير حياتها ونكسبها بدل ما ده حالها دلوقتي.